من جهته قال الدكتور عبد الله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السابق خلال مداخلة مرئية في البرنامج الخاص إن العديد من العمال في قطر لا يتسلمون رواتبهم بشكل منتظم، كما أن عائلات العمال الذين لقوا حتفهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها لم يستلموا تعويضاتهم من النظام القطري. نلاحظ بأن هؤلاء بالرغم من إن عملهم المهم في إنشاءات كأس العالم وأيضا في تطور الدولة، لأنهم تعرضوا لكثير من الانتهاكات المختلفة وتم استغلالهم بشكل كبير، ما أكد عليه أيضا الشكاوى التي تقدموا بها إلى سواء سفاراتهم أو منظمات دولية. وأيضا أشارت التقارير بأن الكثير منهم يتخلون عن حقوقهم والذهاب إلى بلدانهم من أجل لأنهم لا يستطيعون المكوث في البلد بسبب تكاليف وصولهم إلى القضاء.